بسبب الهزيمه ممكن نقول اللياقه البدنيه القليله، التغييرات الغلط، ما عندكش دكه بديله. انا مش شايف ان كوبر عمل، كان بيلعب بخطه خالص، ما فيش اي خطه، ما فيش اي بديل كويس. في لعيبه كانت المفروض تروح المنتخب ما راحتش المنتخب. ف لا والله ما حدش زعلان وما حدش اي حاجه، الحمد لله ان جت على قد كده، والحمد لله ان احنا وصلنا للنهائي، ما طلعناش في الدور 16 ولا الدور 8 ولا الدور 4، الحمد لله تتعود المره الجايه. هو غصب عنه التغييرات كلها، هو مزنوق يعني، التغييرات كلها غصب عنه برضه كمدرب. انا يعني هو زنق هيعمل ايه؟ وبعدين مش اخره المطاف ان احنا نخسر بطوله، يعني احنا وصلنا للنهائي، هي الفرقه كلها طلعت. شرف برضه ان احنا نستقبل برضه استقبال ابطال في المطار، مش نذبحهم، لان احنا دخلنا تصفيات كاس العالم. كاميرون نزل بخطه حلوه بتكتيك حلو، قدروا بجد بجد يعني، مع انه مش جامد دخل مصر، بس هم يستحقوا الفوز عن جداره، لانه الشوط الثاني قدموا تكتيك ولعبوا بخطه، لا مدرب حلو، التيم نزل التغييرات اللي عملها المدرب، حتى الجونين قلت عن طريق تغييرات قالها منتخب كاميرون. فهارد لك منتخب مصر، بس مبروك مبروك، لانه كسب تيم كويس بتكتيك حلو، قادرين بجد بجد يكملوا طريقهم في المونديال باذن الله، باذن الله مصر في كاس العالم 2018. الفلت بتحطوها نروح مالي، لكن غير كده مش هيجيلنا، ما ينفعش الفرحة. ¡Vamos!